مرحبا بكم في عدد جديد من حصتكم ولادنا تحت جناحنا. موضوع اليوم مهم جدا، هو النوبة الصرعية، يعني لكريز ديبيليبسي. لكريز ديبيليبسي ولا نوبة الصرع عند الأطفال صديقا نقدروا نشوفوها في كل مراحل الطفوله، انه علاش الاول مره انه لما يطيح الطفل، يعني ما كاش اللي ما يعرفش لا كريزي بيليبتيك يعرفوها كامل، مي هو كيجي احنا ديريكتوم، احنا الحاجه الاولى اللي نديروها في الحصه قلت لك دائما نديروا المقابلات العياديه ونرجعوا الى الطفوله. نظن باللي اي ولي امر وليده يكون عنده لا كريز ديبيليبسي ما يكونش مرتاح. حصتكم ولادنا تحت جناحنا الموجهه للاولياء تجيكم هذه المره بموضوع مهم، هو النوبة الصرعية لا كريز ديبيليبسي. نقدر أن نعتبر أنه مزمن. عامة الناس يعتقدون أن هذا المرض يعني لا شفاء له وما عندنا ما نديرو. سي امبرسيونون بور لونتوراج باسكو لونفون راه يطيح يفقد الوعي ما يجيبش خبر ما على بالوش. مي لونتوراج تقعد له في الذاكرة بور دو بون. يا أولياء أولادكم لازم إلا شفتوا بلي عندهم كريز ولا أي حاجة ما عرفتوهاش ولا الطبيب لازم تروحوا له مباشرة، لأن التشخيص المبكر كي تعرف بلي وليدك عنده لاكريز بكري ولاكريز ديبيليبسي ويداوى بكري قادر ما يوصلش حتى لسن التمدرس يكون برا إن شاء الله نهائيا، وإن شاء الله ربي يحفظنا ولادنا. إن شاء الله تكونوا استفدتوا معنا، تواصلوا معنا عبر موقع ولادنا تحت جناحنا .com ولا صفحة الفيسبوك ولادنا تحت جناحنا. سلام. ندرس نتعلم حتى ننجح نبذل جهدا، نحن نريد طلب العلم لننفع أهلنا والبلد، نحب الجري في كل مكان، حق اللعب يزيدنا فرحة، وكذا علاجنا بالمجان حتى ننعم بالصحة. من حق الطفولة صحة علم وحب وحنان، لا مقبولة ولا مدلولة، نفوسنا عنها مسؤولة، حقها واجب مهما كان.